ربنا ما يحرمنيش منك، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. نبيل صاحبي وحبيبي. ازيك يا نبيل؟ ازيك؟ تعالى اعرفك على اعظم واهم شخصيه في المانيا دي كلها، ابويا الروحي هير ايزاك هولمان. ايه يا فريدريك، مش تعرفني على صديقك يا حبيبي؟ طبعا هير ايزاك ده نبيل صاحبي واخويا من مصر. من مصر؟ اهلا هير نبيل. اهلا بيك هير ايزاك. معلش أعذر فريدريك، أصله متوتر شوية، مسكين مر بظروف صعبة، هو أكيد هيحكي لك عليها بينك وبين بعض. إيه يا فريدريك، مش تاخد صديقك وتنزل تعزمه على حاجة تحت؟ على حسابي أنا طبعا. دانك هير إيزاك، ربنا يخليك لينا. يلا نبيل يلا يلا. أنا إذنك هير إيزاك. هايل نبيل. هي هم اكتر من اسبوع ما اشوفكش ولا اسمع عنك. هي دي الجدعانه؟ هي دي الصحوبيه برضو؟ اسكت يا نبيل، ده انا كنت هروح في 60 داهيه وما كنتش هتشوفني تاني بعد كده. احكي لي مالك، ايه اللي حصل؟ لا احنا الاول نشرب ازازتين بيره واحكي لك على كل حاجه بالتفصيل. يلا ماشي. ايش اللي خلاك تكتفي الفترة دي كلها؟ كارلو اتنين بيرة. يا سلام. احنا اخر مرة شفنا بعض كان فين؟ هنا في النايت كلاب. بالظبط كده، ليلتها انت اخدت ماريا وروحت صح؟ مظبوط، كانت ليلة مطينة في طين. ايه ده عليك انت كمان؟ معقول؟ لا احكي لي بالظبط ايه اللي حصل. الست اللي اسمها انجي قفشتني في الاوضه مع ماريا وطردتني، ولما رحت لفرانز المينا هددني ان لو شافني هناك تاني هيقتلني. هو فرانز؟ أنا عارف ده ندل ومفتري وإيده تقيلة قوي ويعملها. المهم أنت عملت إيه؟ أعمل إيه يعني؟ قلبت عليك الدنيا وأنت فص ملح وداب. يا فريدريك أنا شفت أيام، نمت مع المتشردين وأكلت من الزبالة وسرقت. إيه ده؟ تاني يا نبيل، معقول؟ أنت عبيط بقى ولا إيه؟ والله باين عليا عبيط فعلا. أنا بفكر أسيب البلد دي وأرجع، بس هرجع اقول لهم ايه؟ بس ما قلتليش انت بقى كنت فين. انا انا كنت في السجن يا نبيل. السجن؟ يا ساتر يا رب، ليه كده؟ ما هو بعد ما انت اخدت ماريا ومشيت انا قلت هوصل ايديتا لحد البيت. بعد ما وصلتها لقيت الطريق فاضي والجو جميل جدا، وانا كنت شارب سيجارتين جامدين جدا يا نبيل، قلت اتمشى شويه بالموتوسيكل وفتحت على الرابع ودست بنزين على الاخر، ولا هممني لا اشارات ولا مرور ولا اي حاجه. وفجاه يا نبيل، فجاه من تحت الارض لقيت عربيه بوليس طلعت لي، انا ما اعرفش دي طلعت منين. حاولت اهرب منه، لزق لي زي المغناطيس، ادخل يمين يدخل ورايا، ادخل شمال يدخل ورايا، لحد ما راح كسر عليا وزنقني في الرصيف. انا بيني وبينك اضطريت اقف. وبعدين حاولت ان انا اراضيه بقرشين حلوين لكن مرضيش، واصر انه يفتشني، وللاسف ولسوء حظ يا نبيل ان انا كان معايا سجارتين متلخمين على الاخر، وده شافهم وراسه الف جزمه انه ياخدني على الاسم ويعمل لي محضر. خدوني على الاسم واتهموني بحيازه مخدرات ومحاوله رشوه ضابط بوليس، والامر من كده يا نبيل انه رماني في زنزانه. ايه انتوا جايبيني هنا ليه؟ اوعى زي الكلب. انتوا جايبيني هنا ليه؟ ده سوء استغلال للسلطة. أنا هوديكم في 60 داهية. أنتوا سايبيني هنا ليه؟ أربع أيام يا نبيل، أربع أيام بيحققوا معايا عايزين يعرفوا أنا جبت المخدرات دي منين، لكن ما عرفوش ياخدوا مني ولا كلمة. أصل بيني وبينك المخدرات في ألمانيا هنا تبقى كارثة كبيرة قوي، كارثة ملهاش حل. وأنت عملت إيه؟ اتصلت بواحد محامي صاحبي كان الاسم، وحاول وعمل المستحيل علشان يخرجني، لكن كانوا عايزين يلبسوني تهمة مخدرات ولا دل، لحد ما هير ايزاك اخذ خبر وعرف يعمل حاجة. نبيل اللي انت ما تعرفوش عن هير ايزاك انه شخصية جامدة جدا ومعروف جدا في المانيا، واي حد بيعرفه بيعمل له الف حساب، ده قدر يخرجني منها كده. بيني وبينك
جميله دوت انا مش هنساهوله، هفضل شايلهوله على راسي وهيفضل مغطيني من فوق لتحت. المهم انت ناوي تعمل ايه؟ لازم اشوف اي شغلانه يا فريدريك. نبيل انا عندي ليك حته شغلانه في المينا برضو. لا المينا دي تنساها خالص، مدام فرانز قالك مش هتحط رجلك في المينا يبقى فعلا مش هتعرف تحط رجلك في المينا. الشغلانه دي بره المينا خالص. امال شغلانه دي؟ بس ما تحيرنيش معاك. هي شغلانه حلوه قوي يا نبيل، بس معرفش اذا كنت انت هتوافق عليها ولا لا. انا موافق. طب مش لما تعرف هي ايه الاول؟ من غير ما اعرف يا فدريك اي حاجه، اي حاجه. حتى لو كان ليها نسبه مخاطر يا نبيل. اشتغل في شغلانه فيها مخاطر ازاي يعني؟ بص يا نبيل الكلام مش هينفع هنا، احنا نروح البيت عندي ونقعد براحتنا نشرب ازازتين بيره ونكمل كلامنا للاخر. اوكي؟ اوكي يلا. كارلو يس، خلي البيره دي عند هير ايزاك. اوكي فريدريك. انت اتجننت؟ مالها المخدرات؟ هي دي الشغلانه اللي بتجيب فلوس كتير قوي يا نبيل؟ ولا انت عاجبك بقى الاكل من الزباله والنوم في الشوارع والبهدله اللي انت متبهدلها مع الولاد المشردين دول؟ ايوه انا ما قلتش حاجه، بس شوف انت عملوا فيك ايه عشان سيجارتين؟ وبعدين دي فيها سجن يا عم. ده لو اتقبض عليك. ده بس في حالة لو اتقبض عليك يا نبيل. أما بقى لو شغلت مخك صح وسمعت الكلام اللي بيتقالك ونفذته بالحرف الواحد محدش هيقدر يقرب منك. والفلوس يا نبيل اسألنا أنا عنها، الفلوس هتجري في إيديك زي المية. بس دي برضو مخدرات. اوكي بلاش، ما دام الشغلانه دي مخوفاك قوي كده يبقى بلاش منها، خلينا اصحاب احسن. يلا اشرب في صحتك يا عم. استنى امال ما تسربعنيش، هي سهله كده؟ هي فلوسها حلوه؟ امال انت فاكرني عايش الحياه بالطول والعرض كده من الكام مارك اللي انا باخدهم من شغلي في المينا دول؟ لا لعلمك بقى، اللي انا بقبضه من شغل في المينا ده في اسبوع بحاله ممكن يخلص في 3 4 ساعات بالكتير. طيب نفرض يعني ان انا وافقت، هيبقى ايه المطلوب مني بالظبط؟ لا مش انا هقول لك على المطلوب منك بالظبط، الراجل الكبير لما هتقابله هو بنفسه هيقول لك ايه المطلوب منك. راجل كبير مين؟ انت فاكر ان انا شغال لوحدي كده نبيل؟ طب ومفروض هنقابله امتى؟ لا ده لما اقول له الاول ونشوف اذا كان هيوافق ولا لا. اهدى شويه يا نبيل، اهدى، ده احنا لسه متكلمين مع بعض دلوقت، كل شيء باوانه. مين؟ افتح فريدريك، انا جيلدا. جيلدا ماي ليبي، اتفضلي. اتفضل. اهلا بيك. دي فريدا صاحبتي. اه طبعا عارفها، دي زبونه عندي. انت عندك ناس؟ ده هير نبيل صاحبي من مصر. هلو هلو. مالها دي؟ ميعاد الجرعه بتاعتها جه، عشان كده احنا جينا لك. أرجوك فيدريك، أرجوك. أوكي ما يليبي طبعا، أنت تأمريني. معاك فلوس؟ لا بس أنا محتاجاها قوي. سوري ما يليبي، أنا كمان محتاج الفلوس قوي. اديني فلوس تاخدي الجرعة، مفيش فلوس يبقى مفيش جرعة.
الفلوس الاول. فريدريك انا مستعد اعمل لك اي حاجه بس اديني الجرعه. لا الفلوس الاول. اداني. قلت لك لا. حيوان يا بنت المجنونه. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اتكلمت؟ انا بنت المجنونه دي ترفع ايديها عليا وتشتمني؟ دي مش معقوله اجتماعيه يا اختي، انت فاهمه؟ انت بتضربها ليه؟ انا كنت فاكركوا اصحاب. طبعا احنا اصحاب جدا يا نبيل، لكن الصحوبيه والعواطف مالهمش دخل بشغلنا ده. اسمعني كويس يا نبيل، شغلتنا دي لا تعرف هزار ولا عواطف ولا ليها قلب من اصله، انت فاهمني؟ فريدريك من فضلك اديها الجرعه وانا هديك فلوسها. اشوف الفلوس الاول. اوكي دانكي فريدرا، متشكره متشكره قوي. انا اسف ان انا مديت ايدي عليكي. يلا يلا فريدرا. شفت؟ ما يجوش غير بضرب الجزم ولاد الجزم. هو لازم الحكايه تبقى بالقسوه والعنف ده؟ هو ده النظام يا نبيل، كل حاجه وليها تمن، اللي يدفع ياخد، واللي ما يدفعش حتى لو مات قدام عينيا ولا اعرفه. هو ده النظام اللي لازم كلنا نمشي عليه، واللي بيخرج بره النظام ده بيخرج من الدنيا في ثانية. أنا نزل. لا أنت حبات هنا الليلة دي، عندك جوه قلت إنه تخش ناملك في واحدة منهم، ولما تصحى الصبح نبقى نكمل كلامنا. فريدريك فريدريك ايه ده؟ انت رحت بدري كده على فين؟ كان عندي كام مشوار. قولي فطرت؟ لسه صاحي. طب خش اغسل وشك واجهز عقبال ما اجهز فطار. انت برضه ما قلتليش رحت فين؟ قلت لك كان عندي كام مشوار. خلص اكلك بسرعه واجهز. ليه؟ وفي ايه؟ الراجل الكبير هيقابلك الليله.
فريدريك، هو احنا نقابل الراجل الكبير دلوقتي ولا بالليل؟ نبيل، اسئلتك بقت كتير قوي. فريدريك، واحنا هنا بنعمل ايه؟ امسك. ايه؟ خش اوضه من الاوض اللي هناك دي والبس ده، عايز اشوف هيبقى عامل عليك ازاي. نعم. ايه؟ صعب عليك؟ بقول لك ادخل اوضه من الاوض اللي هناك دي والبس ده. حاضر. ها، ايه رايك؟ مش بطال. تعالى ما اشوف لك قميص وكرافته وشراب وجاز. ليه يعني. ليه ده كله؟ مكسيك يا اخي. ايه؟ غلطان انا؟ مش غلطان ولا حاجه، بس بصراحه انا معيش فلوس للكلام ده كله. حد طلب منك تدفع فلوس يا نبيل؟ انا اللي هحاسب يا اخي. ده كتير قوي يا فريدريك. حبيبي مفيش حاجه تغلى على صاحبي وحبيبي. وبعدين احنا مش اصحابه بس، لا ده احنا هنبقى زملاء في الشغل كمان. عايزك لما تقابل الراجل الكبير تعمل له حالة إبهار، عايزك تبهره يا نبيل، عايزك تبقى شيك قوي. يلا.
طمني، عجبك الاكل؟ جدا، شكرا جدا يا ابو سليم. الف صحة. جيمس. طب بعد اذنكم انا رايح فين؟ رايح لحد الحمام باي. قلي لشوف، بكره عندك ارتباطات ولا فاضي؟ لحد دلوقتي مفيش. طيب انا بدي منك تقعد بالبيت، ما تطلع من البيت ابدا لحد ما تلفن لك. ايوه اصل فريدريك جايبني هنا. شو بدك بهالولد الالماني؟ هذا ما بيفيدك. اسمع مني انا الكلام المفيد، تقعد بالبيت تستنى تليفون مني، ما بتطلع قبل ما تلفن لك. حاضر حاضر. يس سر. وهدول إلك وللشباب اللي اشتغلوا معك. ثانك يو سر. أنا بستأذنكم لازم أمشي، كثير انسريت بشوفتك اليوم، لا تنسى اللي قلت لك عليه. حاضر. راجل محترم قوي يا أبو سليم ده. أنت تعرفه من زمان؟ لا قابلته مرة واحدة بس. طب ما قلتليش ليه؟ ما قلتليش ليه؟ إيه إيه في إيه؟ ما جاتش فرصة. بعدين فين الراجل الكبير بتاعك يا عم؟ انت هتستعبط عليا يا نبيل؟ استعبط يعني ايه؟ مش فاهم. الراجل الكبير انت قابلته وقعدتوا مع بعض ورطنتوا باللغه اللي انا ما فهمتش منها ولا كلمه دي. انت تقصد ابو سليم؟ ها؟ ابو سليم هو الراجل الكبير. انت قاعد ليه؟ امسك. ايه ده؟ ده مفتاح الشقه. انت مش طالع معايا فوق؟ لا انا اروح على البيت عندي. البيت عندك؟ امال الشقه اللي فوق دي شقه مين؟ الشقه اللي فوق دي من النهارده بقت شقتك انت. شقتي انا؟ طب والاوضه اللي انا كنت ساكن فيها وحاجتي اللي هناك؟ الاوضه اللي انت كنت قاعد فيها حسابها اندفع، وحاجتك اللي كانت فيها موجوده فوق في الشقه. أنا مش فاهم حاجة خالص. اسمع نبيل، أنت إنسان طيب وأنا حبيتك، وعايز أقول لك إن الشغل اللي أنت داخل عليه دوت شغل مش سهل، ده شغل صعب وله مخاطره. عارف يا فريدريك عارف، لكن والله العظيم والله العظيم تلاتة أنا لولا إني محتاج أعمل قرشين وبسرعة عشان أرجع مصر وأفتح بيت وأعيش مع البنت اللي أنا بحبها هناك، ما كنتش يعني سوري قبلت اشتغل في المخدرات او في اي حاجه تانية غلط، لكن اهو المضطر يركب الصعب. لا يا حبيبي انت لسه على البر، ولو انت مش قد الشغلانه دي ابعد عنها خالص، اعتذر عنها وسيبها، انت لسه على البر. انت هتخوفني ليه بقى؟ انا ما بخوفكش يا نبيل، انا بس بحذرك، الناس اللي انت هتشتغل عندهم دول ناس ما عندهمش رحمه وما عندهمش ارخص من البني ادم، وغلطة واحدة بس مع أبو سليم ممكن يخرجك من الدنيا ويبعتك على الآخرة برصاصة واحدة. أنت مش هشوفك تاني؟ أو فيدرزن. Thank you.
سامي؟ ايه رايك في المتاهه اللي انا فيها دي؟ رايي انك غلطان وغلطان قوي كمان. مش معنى انك انت اتخانقت مع والدك انك تسيب له البيت وتسيب البلد كلها وتمشي. الراجل مش طايقني، بيكرهني يا سامي، معيشني طول الوقت في مرار. المرار ده جواك انت يا نبيل، انت اللي لازم تتغلب عليه وتخلص منه عشان تعرف تفكر صح وتعمل الصح وتعرف ازاي تخليه يحبك. ازاي بقى اخليه يحبني؟ وازاي اشيل المرار ده من جوايا؟ اذا كان سبب وجودي في الدنيا ابويا بيكرهني وبيتمنى موتي، مش هو ده الظهر المفروض اتسند عليه؟ كلام سهل، اسهل حاجه في الدنيا الكلام، انما الاحساس بالمرار لما بيتملك الواحد كل حاجه في الدنيا بتفقد قيمتها. وانت ساعتها بتقولي ان انا غلطان؟ غلطان ازاي؟ ازاي؟ الو، ايوه يا استاذ احمد، بكره؟ ايه مالك اتخضيتي ليه؟ مش ده الموضوع اللي كنا منتظرينه من زمان؟ ايوه يا فندم، بس بكره. ايه انت مش جاهزه ولا ايه؟ لا ابدا ابدا، انا جاهزه، بس انا ما كنتش متخيله ان الموضوع هيجي بالسرعه دي. ما تصوريش يا سامي، انا تعبت قد ايه على ما قدرت اخد لك الميعاد ده. انت مش عارفه الناس دي بتبقى مشغوله قد ايه، خصوصا اليومين دول. انا بس كل ما في الامر اني كنت محتاجه يومين ثلاثه اظبط فيهم نفسي. هو ده الوقت الوحيد اللي فاضي في برنامجه، هو بكره الصبح هيكون منتظرك في مكتبه الساعه 10 الصبح. بدري كده؟ العربيه هتكون قدام البيت الساعه 8 الصبح، فيها بنيامين والكاميرات وكله. وانا هكون جاهزه يا فندم ان شاء الله. كلمي مين؟ ده استاذ احمد مختار يا ماما. طب سلمي لي عليه. ماما بتسلم على حضرتك يا استاذ احمد. اديها لي اسلم عليها لو سمحتي. حاضر يا فندم. الو الو، ازيك يا حضره النظر، وحشاني جدا. لو كنا وحشناك كنت سالت علينا. ايوه. لا 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 لا، مش للدرجه دي. يلا يا سامية بسرعة لما احضر لك الفطار. الفطار جاهز يا سامية. حاضر يا ماما.
هي مقابلتك امتى؟ الساعة 10. جهزتي نفسك كويس؟ يعني اللي قوليني يا ماما، امبارح انت وعمو مختار قعدتوا تتكلموا كتير قوي في التليفون، كنتوا بتقولوا ايه؟ يعني كلام عادي يا ماما؟ انا خرجت بعد نص ساعه لقيتكوا لسه بتتكلموا، كل ده كلام عادي؟ بعدين معاكي بقول لك كلام عادي. طيب انا بقى بساله في المجله بنت. لا الحاجات دي ما فيهاش هزار. حاضر يا حضرتك نصره. حاضر سما فوق. أنا بدي منك تقعد من البيت، ما تطلع من البيت أبداً لحد ما تدفنك. اسمع مني أنا الكلام اللي فيه، تقعد من البيت تستنى تليفوني، ما بتطلع قبل ما تدفنك. ربنا يوفقك يا حبيبتي. ميرسي يا ماما. واو على الحلال. ايش القهوه دي يا بنت؟ ما هو مش معقول اشوف الجمال بالشياكه دي كلها وما اصورهاش. اتفضلي اتفضلي. Hello, Frederick. Come and see. Hey, Isaac. Hey, Frederick. تعال. تعال يا حبيب. امسك يا فريدريك. ده نصيبك من العملية اللي فاتت. كمان العمة بتشكرك قوي. ربنا ما يحرمنا من العمة ومن رضاها علينا يا إيزاك. ها ايه المطلوب مني دلوقتي بقى؟ لا مش مطلوب منك اي حاجة يا حبيبي، مطلوب ان انت تاخد اجازة تتفسح، روح ميونخ، ديسلدورف، فرانكفورت، اي حتة. المهم انك تبعد عن هامبورغ لغاية ما انا اقولك. هو انتوا استغنيتوا عن خدماتي ولا ايه هير ايزاك؟ لا يا حبيبي، خص عليك يا فريدريك. ليه بتقول كده يا حبيبي؟ هي مجرد اجازه بسيطه وانا حابب اتصل بيك. طب تحب يعني انا ابقى اتصل بيك؟ لما تتعبش نفسك انا حابب اتصل بيك. باي باي. باي باي يا حبيبي. باي باي يا فريدريك.
واثق من الجدع ده يا إيزاك. بيشتغل معانا بقاله سنتين يا شلوم. هو ده المتشفر. الأحمر ده. شلومو كوهين بيتصل من ألمانيا على الخط المشفر. أوكي. ها شلومو، أخبارك إيه؟ تم التعامل مع الهدف يا ليفي. خلي لويس جولدمان تجهز.